ماشي في عربي. بسم الله. ها لا مؤاخذة مدام، شد كمان يا بركات. ايوه شد بقى من عندك تاني. ارمي لك السلبة وهرجعها لك. ماشي ارمي. يلا خد اسحب. حلو قوي ده. سكة السلامة يا بركات، خد بالك من نفسك. ها طمني، عملت ايه؟ كشفت على نمط العربية، طلعت بتاعت واحد اسمه رضا السيد حنفي من البساتين. بقول لك يا حسام، مصطفى ده لو طلع عايش هتبقى مصيبة. أنا هتجنن، ساعات أقول مش هو، يمكن حد شبهه. بس إزاي؟ لا هو مصطفى، أنا متأكدة إن هو. إذا كان هو مصطفى، إزاي معرفكيش؟ دي شغلتك أنت. وعلى العموم أنا هكلم الناس اللي بره أقول لهم على اللي حصل. وأعرف إيه رأيهم بالظبط. ما تنزل من على إيد الأنترية يا حمدي، ده لسه جديد، أنا خايفة يتكسر. فرحان بيه يا فوفا. وأنا كمان فرحانة بيه قوي، ده شكله غالي قوي. صح يا بركات، أنت جبته بكام ده؟ جابه ب 1750 من البواب، بس ده بقى تلاقيه في السوق ب 3-4000 جنيه، دي حاجة نظيفة. لا كتير. كتير عليها يا حمدي. ما انا عارف يا فوفا، بس دول هدفعهم من هنا بركات. ربك كريم يا حمدي، بس انت بلعيك شوية. حمدي لو بلع ريقه يموت مسموم. ما تقلقش، ربك بيبعت البرد على قد الغطا. ادي الحاج انت 750 وال1000 سرسبهم له 100%. اذا كان على كده بسيطة يا صاحبي. لا يا حبيبي، اسمها كلك واجب يا زميلي. خلصانة من فيومك يا زميلي. لا خلصانة بدبدوب لما الكلام بيدوب. بص لمراتك يا حبوب. ايه ما تفطمني، بدل ما انتوا قاعدين مشالطيني كده ما بين الفيونكا والدبدوب، تقصد مين بالدبدوب ده؟ استنى انت ما تقلقش، انا واخده على 700. خمسين مشال. انا مظبط الهلبوق على طرف الكم، والإيهاب الجنزوري يبقى من غير عشا. وانت يا دي الساج اللي انت شايله ده، انت رايح تجيب عيش لامك؟ اي خدمه يا شبح؟ انت ايش يا معلم؟ هو فين مقلب رضا يا معلم؟ رضا مين؟ بتاع الربابيكيا؟ هو ده. هو اللي قدامك ده. هو ده؟ شكرا يا معلم. العفو. يا صباح العسليات مربات قشطات، شريك ولازق فيك بغيره، وانت شبطان لي في اللي فقد الذاكره. يا قلبي. جاك وجع في قلبك وشكه في صدرك وكسره في رجلك يا شباب. مش هتنضف قبل لما تكبر والوساخه تكبر معاك. اللي انت ماسكه في ايدك ده. تعالي هنا. لا سيبيه. فياد مالك ياه؟ وايه البتاع اللي انت ماسكها لي دي؟ ما تختش ياد على الصبح. الخشب الرجال يا روح امك بيجيب الفقر. على اللعبه بجيت جنبها. قالوا للشمال احلف، قالوا شرف. ياد فتحه الصدر اللي انت فيها دي، اقفل.